بالسيد محمد العروسي النائب في البرلمان الاثيوبي. السيد محمد العروسي، وفق تصريحات البرهان لدى لقائه رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد بانهم توصلوا الى اتفاق في قضايا السد كافه طرفين دون الطرف الثالث والرئيسي في ازمه سد النهضه، يعني ماذا يعني هذه الخطوه؟ يعني هل تجاوزت السودان واثيوبيا مصر وتوصلت الى اتفاق بشان السد؟ شكرا على الاستضافة والتحية لك ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين. أعتقد بأنه لا يوجد تعارض، وكذلك أوضحنا ذلك، وهذا هو طبيعة الأمر. يعني حينما نتحدث عن اتفاقية أو توافق صرح به سعادة عبد الفتاح البرهان، الجنرال عبد الفتاح البرهان، وكذلك الدكتور أبي أحمد، حينما تحدثوا عن توافق في بشأن قضية سد النهضة، فما الذي أقحم مصر؟ وهل هناك تلميح أو تصريح يتعلق بمصر في هذا التصريح؟ فبدلا من أن نتفاءل بهذا التوافق، أليس الأشقاء في مصر يرغبون الوصول إلى حل شامل وأي توافق في قضية سد النهضة؟ ألم يستطيعوا أن يحللوا الموقف جيدا ويعلموا بأن هذا الموقف من إثيوبيا والسودان وهذا التوافق إنما يصب في صالح المفاوضات القائمة بشأن سد النهضة؟ فلماذا نفسر الأمر بشكل سلبي؟ ثم على الصعيد الآخر، يعني فخامة رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد تجول في الدول الإفريقية أو زار عددا من الدول الإفريقية والتقى عددا من الزعماء وكذلك القمم الدولية. لا زال الإعلام اليوم منصبا على تلك الزيارة إلى السودان، فما الذي يعني يجعل ويثير هذا الاهتمام بهذا الشكل ومحاولة تشويه هذه التصريحات من قبل؟ هي ليست تشويه. البعض يعتبر سيد محمد العروسي بأنه تجاوز لجزء أساسي وأصيل من الدول المتشاطئة في أزمة السد وهي مصر. تحليلهم لا وجه له، إذ أن يعني هناك التوافق لا يشترط له أن يكون، يعني بمعنى أصح يجب أن يكون يعني هذا التوافق بإرادة منفردة من قبل شخص أو شخصين. هناك دول، هذه اتفاقيات دول. حينما نتحدث عن دول فالسودان يبحث عن مصالحه، مصر تبحث عن مصالحها، كذلك إثيوبيا تبحث عن مصالحها، فهناك التقاء للمصالح مع السودان وكذلك مع مصر. لا يشترط إذا ما أجريت توافقا معينا أن يكون ذلك على حساب مصر، فما الذي يمنع؟ وكيف يبادر السودان أو تبادر إثيوبيا باتفاقية تستبعد مصر؟ نحن نحافظ على المصالح. لا يخشى من هذا التوافق الذي صرح عنه وهذه الزيارة المثيرة للاهتمام إلا من دبر أمرا بليل في السودان وخشي أن يطلع عليه فخامة الرئيس أبي أحمد وكذلك رجالات الدولة الإثيوبية. نعم. وأرادوا نعم طيب. يجعلوا يعني من السودان، هؤلاء الذين أتحدث عنهم أرادوا أن يجعلوه مسرحا للتصارع الدولي أو التنافس الدولي بين إثيوبيا وبعض الدول الإقليمية. لا يا سيدي، ليس الأمر كذلك. هم كذلك أرادوا أن يجعلوا من السودان يعني بمثابة دار ندوة تحاك فيها المؤامرات لإثيوبيا، وهذا ما تقع. نعم. سأعود للحديث حول هذه النقطة، خاصة بعد دخول المبادرة المصرية، وحسب التصريحات الصحفية بأن أديس أبابا أيضا ستدخل إلى الخط للتوفيق بين الفرقاء السودانيين. نعم، إذا الأزمة مستمرة سيد محمد العروسي ما بين مصر والسودان وأثيوبيا أكثر من 10 سنوات، والمفاوضات توقفت ولا يوجد حل يلوح في الأفق، وأديس أبابا اقتربت إلى الملء الرابع. التدويل ومسألة تدوير هذه القضية، بالأمس يعني هناك تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي أكد بأن ضرورة وتسريع إيجاد حل لأزمة سد النهضة. إذا ترغب أثيوبيا فعليا كما تأتي دائما التصريحات من الإدارة الأثيوبية بأنها جاهزة ومستعدة لأي اتفاق، فما المانع من التوصل لأي اتفاق مع الجهات الأخرى؟ أنا أنصح الإخوة في مصر سواء كانوا من المعارضة أو من الحكومة في مصر أن يحللوا ويكونوا على وعي تام بالموقف الإثيوبي من سد النهضة، حتى بعد أن طالت السنون
10 سنوات من المفاوضات أو أكثر أن يكونوا على وعي أكبر. المعارضة، أما المعارضة فتجلس يعني للأسف الشديد هم يجلسون في أسواق إسطنبول يأكلون الطعام ويتجولون في تلك الأسواق، ثم يعودون آخر النهار إلى الاستديوهات لشتم الموقف الإثيوبي والمصري والسوداني للمتاجرة بهذه القضية. أما من هناك فالإعلام المصري يشن هجماته ويشوه الموقف الإثيوبي، وكل يتنافس على التطرف في هذه القضية أكثر من الآخر ليبرز وطنية معينة. هذا أمر غير صائب. لنحلل فنيا كما كانت القضية فنية، التدويل لهذه القضية علمنا بأنه لا يأتي بخير. التدويل في هذه القضية ومحاولة إخراجها عن آفاقها أو دائرتها التي يعني هي هذه الدائرة المكنونة أو عفوا هذه الدائرة التي تقيد بمفاوضات عادلة، كل يبحث عن مصالحه. وفوائد سد النهضة تحدث عنها السودان وأسهبوا في هذا الحديث، ثم نحن نريد أن نعيد هذه العجلة إلى الوراء حتى يتوتر الموقف ويحاول البعض أن يجعل من قضية سد النهضة قضية استغلالية لتحقيق هذه المصالح أو هذه الأجندات الشعبوية التي يحرص على تحقيقها، حتى وإن كانت على حساب يعني المصداقية وكذلك على حساب الشعوب ووعي الشعوب التي تعي اليوم بأن قضية سد النهضة هي قضية عادلة لإثيوبيا ولأصدقاء إثيوبيا ولجيران إثيوبيا، إذ أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تجعل إثيوبيا من سدها المشروع التنموي الشعبوي التاريخي الذي يتعلق بكل مواطن إثيوبي على هذه المعمورة. هذا المشروع آمنت إثيوبيا بأنه مشروع يعني له منافع ديدة على دول الجوار، وأن كل الذين وقفوا معه يعني لا يمكن أن يقفوا مع هذا المشروع، وهم نعم. يعلمون أن هناك ضررا يخشى منه. فنحن ليست لدينا عداوة مع الأشقاء. دعنا نقف في نقطة الضرر. هناك تصريحات للإدارة المصرية قبل يومين بأن هناك مخاطر ومخاوف عديدة جدا من السد. دعني أنقل نقطة أخيرة لي السيد محمد العروسي. بعد الاتفاق مع السودان والتوافق مع السودان، يعني برأيك هل من حل يلوه في الأفق في أزمة السد؟ بالتأكيد هناك حلول نأمل التوصل إليها، وكذلك نعمل على الوصول إليها بحيادية وشفافية ومصداقية لنحقق مصالح الدول الثلاثة. أما الأستاذ وضيفك الكريم الذي يرى بأن يعني بأنه لا فائدة من سد النهضة وأنه مجرد خراب على الشعب الإثيوبي، فأود أن أقول له بأن 100 أو حوالي 150 أو أكثر من 150 مليون نسمة من الإثيوبيين والسودانيين يرونه خيرا وصلاحا وفلاحا، فرؤاهم هي التي يعني تتحقق بإذن الله، وهذا ما أثبته. نعم. أما هذه الرؤى المتشائمة بسد النهضة فحتما مكانها الحقيقي خلف البحار وخلف الشواطئ التي لا تعود من خلالها، وهي الرؤى التي يعني الرؤى التي نفتخر بها أنها حققت أهدافها، بأن هذا السد اكتمل ولم يعني تتحقق أي من التكهنات وهذه المزاحم التي يعني أحاطت بسد النهضة منذ قيامه، ونجحنا في ملئه الأول والثاني والثالث أيضا. نعم. ويبقى السؤال سيد محمد العروسي عن كيفية التوصل إلى أي اتفاق ما بين المكونات الثلاثة حتى يعني يعم الفائدة، إن كان هناك فائدة كما تقول في مسألة السد الأثيوبي، لتعود الفائدة للشعوب الأفريقية كلها، وأني مصر والسودان أولا. أشكرك جزيل الشكر النائب في البرلمان الأثيوبي الفيدرالي السيد محمد العروسي، كما أشكرك أيضا جزيل الشكر السيد عبد التواب بركات الخبير في الزراعة والري.